أنا الآن مش راضي عليها، اللي هي ويعرف سير الرحوي بعدائه للدين، مش ما كفرتوش، ما قلتش عداء الإسلام، عداء للدين كمنظومة فلسفية فكرية، هو ما يؤمنش بدور الدين. فربما أنا أقول بصراحة أعترف أني كان الأحسن عبرت تعبير أدق، ما هو قلنا بشر، ومن ينزه نفسه على الخطأ ما يعتبرش روحه بشر. المشكلة إذن لا سمحني، أنا لم أكفره ولم أقول هو معادي للإسلام، ولكن قلت عرف لفظنا عرف بعداء للدين. ايش معنى هذا؟ ما هو فرق بين عرف بين أنا نقرها. أي عرف يعني هو ليش عرف؟ أقول لك ليش عرف؟ سير رحمي الله يهديه إن شاء الله وربي يصلح حاله، برشا مرات جاء في مناسبات وتكلم كلام مس مشاعر الشعب التونسي اللي كله مسلم والحمد لله، ما نقولش مس مشاعر المسلمين. مثلا وقت اللي قام الأخ عمل المصحف قال هذا أقسمنا به وكذا، قال له كتاب إرهاب، كتاب إرهاب عوذها مرتين، يعني هذا ما يتقالش، هذا ما نفاه. أنا تعش نعتبرها لا أنا ما قلتش لا مسجل يا سيدي، أنا بيوم متعرف هنا، وهذا كمونتاج هو قال هذا كمونتاج. لا أنا حاضر في المجلس وعودت سمعتها، أنا حاضر وقتها وعودت سمعتها وتقالت، راهو موش مونتاج. أسمع إيش يقول، يحكي على أني أنا قلت أنه هذا الكتاب كتاب إرهاب، مازال يواصل بربي ندعو كل التوانسة بزيدوا مرة أخرى ثبتوا من الإعانة فيه ولا اللي قدامكم فيه. شو الكلام القبيح هذا؟ أرجع ل 21 فيفري شو في المجلس الوطني التأسيسي والحصة اللي تمت فيها قول هذاك، هل أني قلت كتاب إرهاب أم خطاب إرهاب؟ تفضل سي جمال. تفضل سي جمال. راهو تتفرج فيه، راهو فيديو مفبرك قاموا بهم العصابات اللي انت تتعامل معاهم وتتعاطى معاهم وتتسمع فيهم باش يتم تجري باش يتم تكفيري وباش يتم معناها العراق الدمي. ولذلك مرة أخرى إذا انت تواصل في هاي الشيء عليك أن تخجل من نفسك ومن اللي تربي فيهم لو تسمع تونسها لأنك إلى حد الآن بث في الفرقة والفتنة. سيمونجي بس يبدا هذا الكلام هذا الكلام لا يخرج على منجي الرحوي. الناس اللي يعرفوا منجي من طيب. اللي هو صغير التوى الكلام من هذا القبيل ما يخرج منه يا سي باهي وصلت الفكره. بربي ندعو كل التوانسه بزيدوا مره اخرى ثبتوا من اللي انس فيه ولا اللي قدامكم اس فيه. تونس الحدث.